مرحبا، هذا الفيديو راح سجله. أنا مضطر إني سجله لحتى أنبهكم من هذا الفخ. هلا سمعت حدا، أكثر من حدا عم ينبه من هاي الطريقة، بس أنا بصراحة ما توقعت إنه بهالبساطة يقدر حدا يساويها. هلا هاي الطريقة كيف بتصير، أو هذا الفخ كيف بصير؟ راح تلاقوا حدا منزل بوست إنه نحن بحاجة خريجين أو مبتدئين عاملين دورات بالكمبيوتر، عاملين دورات شبكات، خريجين معهد تجاري، اللي هو انه نحن بدنا موظفات تشتغل بهي الشركة، الرواتب كتير عالية. اللي حابة تقدم، طبعا البوست رح يكون للبنات بس، اللي حابة تقدم تبعت السي في تبعها او السيرة الشخصية على الايميل الفلاني او على الرقم الفلاني، ونحن بعدين بنرد لها خبر. هلا اغلب البنات، مثل ما قلت لكم، البوست رح يكون موجه للبنات حصرا. اغلب البنات رح تلاقي انه فرصة عمل كتير حلوة، رح تقدم عليها، رح تبعت السيرة الذاتية. السيرة الذاتية مثل ما أغلبنا بنعرف إنه هي فيها الاسم، فيها الكنية، فيها الدراسة، فيها الشهادات، فيها رقم الموبايل، فيها العنوان، فيها الصورة الشخصية، فيها كتير معلومات عن هذا الشخص. هلا عملوا السيرة الذاتية وبعتوها على الإيميل أو على الرقم اللي هو حاطه. هذا الشخص بعد يوم أو بعد يومين رح يصير عنده كمية من السير الشخصية، رح يبلش يفتحهم، رح يدور على أحلى بنات أو على أحلى صور، بما أنه السيرة الذاتية فيها صور، رح يدور على أحلى بنات ويرجع يراسلهم أنه نحن وافقنا على طلب التوظيف تبعكم. هلأ رح ننتقل للمرحلة الثانية واللي هي المقابلة. هاي المقابلة رح تكون أونلاين، يعني عن طريق الإنترنت. كيف رح تكون أونلاين؟ بتسأله، بيقول لها أنه في تطبيق اسمه كذا كذا، مشان ما تشك نهائيا، في تطبيق اسمه كذا كذا، بتنزليه من المتجر اللي عندك. طبعا بما انه هو نازل من المتجر فهو تطبيق امن 100%، ما عليه اي مشاكل. بيتجنب انه هو يبعث لي على عن طريق ملف، هي اسمه، اعملي بحث، بتصور له هذا هو، بيقول لها ايه هذا هو نزله. هلا نزلته، بتقول له شو بدي اعمل بعدين؟ بيقول لها خذي هذا الايميل وهي الباسورد، هدول للشركه، رح لما تحطيهم عن طريقهم رح تقدري تحكي مع مسؤول القسم تبع التوظيف او مسؤول القسم تبع الطلبات، او اللي هو بيحاول اغلب كلامه يكون بالانجليزي مشان ما حدا شك نهائيا. هلا بس حطت الايميل والباسورد اللي هو اعطاها اياهم، بيقول لها انه هلا رح يصير في مراسله او صوت وصوره او صوت مع رئيس القسم اللي رح يعمل المقابله معك. مخلوق انزل التطبيق وحطت الايميل وحطت الباسورد، هو اللي رح يساوي انه هو رح يفوت على على نفس الايميل والباسورد اللي اعطاها اياهم. ورح يطلع عنده هيك. طبعا انا مجرب الطريقة على جهازين قبل ما اصور هذا الشرح. هدول رح يعتبر انه هو اجهزة ضحايا، كل حدا نزل تطبيق وحط الايميل والباسورد تبعته رح ينضاف جهازه مع هدول الاجهزة. رح اجرب بهذا الجهاز انا. حطيت تسجيل دخول. هلا المخلوقة ما بين عندها شيء ولا حست بشيء. كل اللي رح يقول لها يا صاحب الشغل او اللي عم بيحاكيها انه طولي بالك شوي، يمكن في مشكله بالشبكه او الانترنت ضعيف او الانترنت ميت. هلا انا صرت بجهاز المخلوقه، لنفترض انه انا هذا الشخص اللي منزل البوست والمخلوقه عم تتعامل معي وهي ساوت كل اللي انا عم قلها اياه. هلا انا صرت بجهازها، هاي نوع جهازها، هاي الذاكره اللي عندها، هاي الملفات، هاي اذا بدي بيفتح موقع ويب من عندها، هاي الحافظه اللي هي بجهازها، يعني الشغلات اللي عملت لها نسخ ولصق، هاي تطبيقات. هلا هون هاي الصور اللي بجهاز البنت نفسها، هاي الصور كلهم اللي بجهاز البنت نفسها، طبعا انا مغبش عليهم لانه هدول الصور بجهازي. هاي الرسائل كمان اللي بجهاز البنت، رسائل النصية، يعني المسجات الاس ام اس اللي هي بعتهم واللي واصلين لها. هون الملفات، مدير الملفات، كل شي ملفات بجهاز البنت، هن هدول بيعمل لهم تحديد للكل وبينسخهم لعنده، يعني بيسحبهم من جهازه، من ضمنهم محادثات الواتساب، من ضمنهم الصور، من ضمنهم الفيديوهات، كل شيء بجهازه بيقدر هذا الشخص انه يسحبه يحطه بجهازه، بجهازه هو. حتى محادثات الواتساب بينسحبوا معه وبصيروا عنده. هون الكاميرا، طبعا انا لحد هون عم اقول انه الجهاز البنت ما عم يطلع فيه شيء نهائيا، يعني هي ما عم يطلع عندها لا اشعارات ولا عم يطلع عندها شيء. انا فتحت لها الكاميرا بجهازها، هي الكاميرا الخلفيه، فيني صور فيديو، فيني سجل صوت، فيني اخذ لقطه شاشه، فيني افتل لحتى تطلع الكاميرا الامامية. طبعا كمان ما انا حاسة بشي نهائيا، سكرنا لهذا الخيار. هون خيار تطبيقات ما بدنا فيه، هون خيار لقطة الشاشة اذا انا بدي اشوفها هي شو عم تشتغل على جهازها. هلا هي عم تشتغل على جهازها هيك
وانا عم شوفها شو عم تعمل، بتفوت على الشيء اللي بدها اياه مثلا، انا بيطلع عندي نفس الشيء مثل كانه انا حامل جهازها. الخيار اللي بعده اللي هو سجل المكالمات، المكالمات اللي عملتها الصادرة والواردة، هون سجل الأسماء اللي هي أكتر شيء بتتصل فيها وبيتصلوا فيها، هون الأسماء اللي بجهازها، هون مقاطع الفيديو، هاي مقاطع الموسيقى، هاي نغمات الرنين، هاي التطبيقات اللي هي منزلتها بجهازها، هون فيني حدد موقعها على الخريطة هي وين، بأنه بلد، بأي مكان. هون الحسابات اللي على جهاز، حسابات الجيميل، حساب الاي كلاود، الحسابات اللي على جهازها كلهم، هاي نسخة مدفوعة، في خيارات تانية، هاي بصراحة ما بعرف شو هي. هلا فعليا هو سحب كل شيء بجهازها، صار عنده ملفات جهازها كلهم، صار عنده الاسم، صار عنده رقم الموبايل، صار عنده العنوان، صار عنده الصورة الشخصية، وصار عنده حساب الفيسبوك، وصار عنده كل شيء عن المخلوقة. هاي المعلومات بتكفي لحتى يحرق حرق لهي البنت، يعني صار بيعرف كل شيء عنها. هون ببلش الابتزاز، بدي تفتحي لي كاميرا وتعملي اللي بدي اياه، اللي بطلبه منك، بدي تبعتي لي مصاري، بدي 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 بدي، يعني القصص الوساخه اللي نحن عم نسمعها اللي عم يعملوها هدول العالم. طبعا المخلوقه ما عاد فيها تعمل شيء نهائيا، حتى لو حذفت التطبيق، حتى لو شو ما ساوت، هن الملفات صاروا بجهاز هذا الشخص، ما عاد فيها تعمل اي شيء غير انه ترد عليه او تروح تبلغ عنه. يعني فعليا المخلوقه انتهت، يعني اتدمرت. هلا مثل ما قلت لكم، اضطريت اني اصور هذا الفيديو بالتفصيل لحتى تشوفوا بعينكم شو اللي عم بصير، مشان ما توقعوا فيه مره ثانيه، وبتمنى انه تنشروه بكل الاماكن، بكل الجروبات اللي انتم فيها، لانه فعلا هي الطريقه كتير وسخه وبعيده عن الشك تماما، لحتى ان شاء الله ما حدا يوقع فيها.